السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، هنتكلم النهاردة عن طريقة رفع الملفات على الإنترنت بكل سهولة. إزاي أرفع ملفات، إزاي أحمل صوري وأرفعها على الإنترنت، إزاي أرفع الملفات بشكل عام على الإنترنت. هنستخدم النهاردة موقع جميل جدا اسمه الفورشير، تمام؟ ده السبيلنج بتاعه، الرابط بتاعه زي ما احنا شايفين هنا اهو، تمام؟ فورشير تمام. طيب انا عايز اعمل اشتراك فيه بكل سهوله، ممكن اعمل تسجيل دخول واسجل اكتب احط ايميل وكلام من ده. لكن لو انا عندي حساب فيسبوك، اضغط هنا عن طريق الكونكت. طبعا لازم يكون حساب الفيسبوك بتاعي شغال على نفس المتصفح، يعني انا عامل مسجل بيه دخول، ان هو دلوقتي يبدا يتربط بحسابي على الفيسبوك. بكده بقى عندي حساب على الفيسبوك زي ما احنا شايفين اهو، تمام. ارسل عنوان، رسالة تأكيد للعنوان. هنضغط على انشئ حساب، هنحط الباسورد، تمام، ونأكد كلمة المرور، ونقول له انشئ حساب، تمام كده. انت انشأت حساب على الفورشير بكل سهولة. انا هقول له تخطى هذه الخطوه، واقول لك انشر او ادعو الناس. كده بكل سهوله انت عندك حساب على الفورشير، تقدر ترفع عليه ملفاتك اللي انت عاوزها، تمام. ممكن تعمل حاجه لك نظام الاداره، نسيبك منه دلوقتي. احنا عاوزين نعمل مثلا ابلود لصوره، مثلا بضغط على تحميل مثلا هنا، وعليكم صوره مثلا، دي مثلا عايز احمل الصورة دي. دي الصورة قدامنا. ممكن ناس اسمح للناس ان هي البحث عنها يلاقوها ولا لا، ترجع لي والله موافق. تم تحميل الصورة زي ما احنا شايفين، تمام. الصورة هنا اهي، اقدر اعمل لها تنزيل، واقدر اعمل لها مشاركة على المواقع الاجتماعية بكل سهولة، وأخد الروابط الخاصة بيها وأديها للناس لو حبيت، تمام زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. ولو حبيت أحمل أي حاجة تاني، ممكن بكل سهولة جدا إن أنا أحمل عن طريق التحميل هنا زي ما احنا شايفين، وأقدر أحمل اللي أنا عاوزه. أي حاجة أنا عاوزها ممكن أحملها بكل سهولة، ممكن أكتر من ملف. يعني هو التلاتة هم بيتحملوا التلات ملفات. ده عن طريقة تحميل أو رفع الملفات على الإنترنت بكل سهولة. طيب لو أنا مثلا دلوقتي عاوز الرابط بتاعتهم، مثلا زي أنا عايز الرابط بتاع الصورة دي، مثلا عايز أبعته لحد بكل سهولة جدا، أقدر إن أنا لو انا وقفت عندها كده واخدت لو ضغطت هنا مثلا، هلاقي كل حاجة عنه، سواء التنزيل، مشاركة، مبالغ جديد، احصل على الروابط. لو انا عملت كده الروابط الخاصة بالصورة اهي، اخدها كده انسخ واديها لاي حد انا عاوز ايه ابعته له. ده لو انا عاوز اعمل داونلود بديه للرابط المباشر، ده لو عايز ايه يوصل للصفحة. انا دلوقتي لو اخدت الرابط هنا وحطيته هنا كده، هروح للصفحة على الصورة بكل سهولة. احنا شايفين شكلها كده، ممكن تعمل لها داونلود بكل سهولة. يبقى من السهم ده بجيب احصل على الرابط، بحصل على الرابط بتاعي. ممكن احذف، ممكن اعدل واسميها اللي انا عاوزه خالص. ولو في استفسار تحت امركم، اتمنى اشارك في قناة دكتور كمبيوتر لمزيد من المواضيع او الاستفسارات في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.